بنزل ما بنزل يا دادا ما بنزل إلا بحلقة الماس، والماما تفصل تفصل والبابا يحول يشتري. يا عليك عليكي كتر الدلال يا حلوة انزلي، ما بنزل ما بنزل يا روحي ما بنزل، ما بنزل ما بنزل يا خيطو ما بنزل، ما بنزل ما بنزل. اني يا خيتي اني افتحي لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أختي. أريد أشرب مي. إيه تكرم عينك هلأ بجيب لك. هاني هاني أريد أفوت. أيوة مزروكة. إيه فوتي فوتي، ما في أصعب من نزلك. فوتي فوتي كتر خيرك. بس لقبطة شاطفة. ها شاطفة. تفضلي أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. شو فيتو؟ كتر خيرك. إيه جوعانة أعمل لك أكل؟ لا ماني جوعانه يا خيتي. اختي لا تستحي، امانه البيت بيتك. اذا جوعانه لقوم اعمل لك شيء لقمه. لا ماني جوعانه. بسم الله ما شاء الله. ايه خير؟ اني اشوف الكف وابصر. هاتي يا خيتي. بتبصري؟ شو اسمك؟ فوزيه خانم. ترى يا فوزيه انت حرمة مبروكة. الله يبارك فيكي يا حق. آني فتنة. أهلين وسهلين. قولي شو بكي اختي؟ خير؟ هسا جايكي يا فوزية. خليكي قاعدة، خليكي حفوت ساوي لك كاسة شاي وبتكملي لي. شو طلبنا منك؟ هي نص ليرة. شو نص ليرة؟ بدل حياتك ربع ليرة. شو سويت انت يعني؟ شو سويت؟ عم والله ظبطت لك الجماعة ربع ليرة. هات لعت لي حسين على نص ورقة. ربع ورقة شو بدك تسوي علي جاب ربع ورقة؟ أهلين. ليش هيك عم تحكي معي أبو بدر؟ هي عملة بتعملها ولك سامعه؟ هي عملة بتعملها. قوم خلينا نصلي العصا. قوم يلا. تكي لحتى تكي الدكانة تكي. يلا ابو بدر. يلا شغل. لك هي عملة بتعملها لك سامعه؟ هو هي عليك. لك اختي شو صار معي؟ خلص ابريء الشاي وانت عم تطلعي بهالكف. والله ايدي وجعتني. صلي على النبي فوزي. اللهم صلي على النبي 100 مرة و100 كرة. طب اذا حكيت بتعرفيني على نسوان الحارة؟ ايوه. وليش بقى؟ انا اريد اترزق، اشوف الكف وابصر، والرزق على الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي احكي لشوف. وعديني بالاول وعد الحردين. لك خلص ولك اختي خلاص. وعد شرف. خلاص احكي بس احكي. حتصيري ست الستات، ورح يصير في عندك خدم وحشم، وحيصير عندك مال كتير وفير. لك حاجة شو الحكي هاد على خلص انت عم تضحكي علي مش عدلك على نسوان الحارة مبينة. استهدي بالله يا فوزية. لا اله الا الله. لك اختي الله ما شاف بالعقل ما عرف. عم تقولي لي خدم وحشم؟ لك ايه نحن يا دوب نهارنا ما عم نعرف كيف نكفي. بس انت وعدتيني. ولك خلص ولك اختي ينفخوا قلبك. الهي نفختي قلبي. خلص وعدتك بس بالاول هاتي لشوف شو حكايتك انت. ما بصير لك تمام. ما بصير قد ما كان. طيب يا ابو بدر انا غلطت وعم بعترف بغلطي. انا بدي مرتي ترجع على البيت. اسمع على حكي هذا شو بدنا لك تمام؟ بعد العملة اللي عملتها بدك ترجعها؟ لا اله الا الله. حقي الشرعي هاد. سامحو بتحب روح معك جاها؟ لا الله يوفقك اخي. انا بس بدي منك تحكي مع ابو عصام برك بيرضى يرجع لي مرتي. لا شو بدنا لك تمام؟ صار لا اعلى شيء. انت بدك ترجع مرتك بتروح لحالك تستسمحها وترجعها. بعدين انت مو وعدت عمك تروح تشتغل. شو بدي احكي معك الواحد؟ شو بدي احكي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شوكات. علي يا بدر. الله يرضى عليك. قوم مش اللي دعني.
لك انا كم مره قلت لك انه انت اجرودي؟ لك انا بدور على دقنك الدوارة وما بلاقيها، شلون بدي اشيل لك اياها؟ بعدين انا جوعان بدي اروح على البيت، خوخت من الجوع، ما بعرف ركز. والله وانا كمان ما بعرف ركز. لك عم بدر؟ شو بيه؟ لك انت ليش ما بتشتغل مطبقجي؟ مطبقجي؟ لك ايه شوف كان محل عندنا هون بالحارة، بتروح بتجيب صفر طازات من البيت توزعهم، واحسن ما نروح على بيوتنا وناكل. ايه وخلص والله من بكرة. ايه وفيها رزقة، روح 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 اعمل لك لفة بالحارة، شوف كان محل، روح. والله وانت قلتها يا اب شوكة. يلا وام. لك ابو بدر شو صار لك ساعة عم تشتغل بهي العصاية؟ بدي اشتغل مطبقجي. شو؟ مطبقجي. لا 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 ليش؟ مطبقجي فرد مرة. ايه انت قدران تحمل حالك لحتى تصير مطبقجي؟ ليش سمعني انا؟ بدر ما تجي تساعديني. ابو بدر شو هيك؟ كأنك عم تعلي صوتك علي. لا 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 صوتي ما علي، بس انا يمكن صوتي ممحوحة بيطلع علي. ايوه قلع علي. ماما هلا شلون بدي حط الصفر طاسات؟ ولي علينا ان شاء الله. كم صفر طاس هني؟ ست صفر طاسات. قد ايه؟ ستة. ما بدك ثلاثة من هون وثلاثة من هون، شغل لي اياها بخك. معك بس انا شلون بدي انا بدي حطهم؟ حطها هيك. حطيك هون. خلينا نجرب هدول. كأنك وقفت مع اصبعك. هي اول صفر طاس. ايوه منيح. وهي الثاني. ايه وهي الثالث. جيب الثلاثة كايات كايات من هداك النهر، رايح اجيبهم. والله مالي ورا الباب. يو مين؟ انا سارة. لك اهلين وسهلين، ابعتلي حمالات واخذيني فوتي تقبليني. كيفك فوزية؟ لك ميت اهلا وسهلا. عندك حدا بالبيت؟ لا تقبليني، رفعي على راسك. قليلي وين مالك مبينة؟ لك والله بهالبيت. ايوه وان شاء الله بدي اشتغل عندك بالبيت؟ لا. لكان شو بدي اشتغل؟ اشتغلي بالخياطه مثل ما عم اشتغل انا ومطيعه وشريفه وبوران. بعدين انا بدي حدا يعاوني بنزله السوق، تنزلي معي وبتعاونيني؟ يو شبكه بطنتي؟ من الاخر انا مو جاي على بالي اشتغل ساره خانم. ايه مو شغلي على كيفك. يلا قومي قومي اتحركي وبلا كسال. ومن اليوم كمان بدنا نبلش؟ ايه من اليوم. قومي عندي بضاعه بالبيت بدي انزلها على السوق، بدي اوصل لهم اياها واجيب بضاعه جديده، وبعدين افهمك شو تشتغلي. تحركي يلا. عدم المؤاخذة يعني عدم المؤاخذة، ما تواخذيني. في شو في؟ مصاري. يو ليه بدك مصاري؟ بالله لا انا فاتحة تكية. امسكي هلكت لتشغلني مع مرضي تشتغلي. يلا روحي روحي ما بطلعك الا رضيانة، تحرك يعني. في ايه في. يلا استنيني. كمان تلاقي هذا تفضل ابو محمود. لك شو ابو محمود؟ لك ابو بدر. ابو محمود ميت من زمان فاتحة لروحه. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف شرف ابو عصام، ان شاء الله معقول الهنا. لك شو شرف يا ابو بدر انا بالقلعه؟ لك لا عن كذب عن كذب، عم حاكي حالي. وجنيت كمان؟ يا حبيبي كمل النقل بالزعرور. لك لا عم جرب اعمل مطبقجي لك فوزيه. عم تجرب؟ لك عن كيف لما بدك تشتغل ولا لتفضحنا؟ هذا بدل ما تقولي لي الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه؟ لك على شو على شو؟ صار لك ثلاث ايام قاعد بخلقتي، طاقتني موتتني. الله يسامحك لك فوزيه، الله يسامحك. الله لا يسامحني. لك شبكي ليش هيك صايرة أخلاقية؟ كثير صايرة عصبية، روحك بمناخيرك صايرة. لك لازم روحي ما تكون بمناخيري، لازم اضحك وجنك لهون، يا مهنيني يا نور عيوني. هلا الفور صار عيب، أنت بتعرفي البير وغطالك فوزية. أبو بدر كلمة ولد غطاها، بتترك كل شيء من إيدك وبتحمل ضربة ريعك وبتروح بتدور على شغل، صلى شهر اللحمة ما فاتت على البيت، وإلا بتطلع المجنونة، وبتعرف على المجنونة وقت بتطلع. أمرك فوزية أمرك. يا الله عيونك إلهي، الله يصبرني عليك، الله يصبرني عليك. يا ربي والله مو جاييني نوم. شلون بدي نوم أنا لسه ما خلصت شغلات البين إيدي. فوزية شلون بينكتب أبو عصام؟ ما بعرف. لك لازم أعرف أكتبها مشان ما خربت بين الدكاكين. وبدر خليني اعرفنا. طفي الضو. ما راح اطفي الضو، بدي اعرف شلون بكتب بالاول. طفي الضو. ما راح اطفي الضو، اعمل لي طفي الضو. ما راح اطفي الضو، ما بكفي الكلمتين اللي قلتي لي اياهم الضو بيهزوا البدن مشان الشغل. ولك هذا اللي عم تساوي بتقول له شغل يعني؟
عم تكتب اسماء اصحاب المحلات وهن ما لهم عرفانين ومو قايلين لك ايه؟ هاي والله مظبوط، لازم ناخذ موافقتهم بالاول. طفي الضو طفي الضو يلا. فوزية مو منتبه انه انت صايره كثير عم تنقي؟ نعم؟ انت صايره كثير عم تنقي. طفي الضو. على عيني ابن عمي على عيني. محل سليم. هاي سليم. مرزوق. عاصي. فؤاد الكندرجي. وأب بستو مو أب بستو هذا أبو أنس البيضاوي. وأنا. إي والله أنت بتكفي وبتكفي، عندك ثلاث نسوان مثل عندك ثلاث مرطاسات، صارت معي. هلا أنا نسواني بدهم يطبخوا ثلاث طبخات، ترى هي طبخة واحدة، واحد أنا. إي واحدة. قد إيه صاروا معك؟ قالوا ستة. مناح بدر، مناح ستة. حط عالاتك براسك، الشغله بدها تركيز. ها اي لا تتكلم، انا عدى ودود، بس خلينا نسجلهم على شوفك. ما بدها تسجيل يا بدر، عندي طلبيه، روح بقى احفظهم على الطريق، خلصني. سليم يا عمي ارفع خد ال 17 تبعك، اسال وحي سلمهم عمي. مرزوق اهلين بدر، اشتغل لك شباب عم تدور. تعال كثير، تعال شو حاطين فيهم. اي الله يجير الزيات يا رب. ابشوكك ابشوكك. هلا بدر نوات عوافي، تفضل خد سفرتها. ايش دخلت علي؟ والله خوخت من الجوع. انا تاخر علي لانه عاملين سفرتها سبعة. ليكو ها ادخل بالطين. لا تكي تكي يلا تكي. لك ليش هيك معلقه؟ مو انا يلا عامل شيء. الله يكون معه. الله سلامة. مع السلامة. ناوين هدول السفرتها سيدي اللي بقيهم؟ رح ارجع فرش بأول حالة. قري الكفي بالأول. إيه لا أنا بالأول. لا أنا. إيه طولوا بالكم، الله يعينوا عصام علينا جوازة، واحد بتجوز واحدة مو ثلاثة، ولي علاقتكم إن شاء الله. روحوا صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله حبيباتي، مفكرين قراية الكف هيك شنشن على روح أمواتكم. لك بدكم تبيضوا الفال. ايه ربع ورق بتدفع كل وحده فيكم. ايه لا كثير، فرنجين بكفي. بالله هو الله، شو رايك تخلي فاطمه هي اللي تحكي؟ احكي. ما قالت لكم اختي فوزيه؟ ها قلت لهم ينقال قوالهم الهي هن الثلاثه ما صدقوني. طيب انا موافقه، قولي لي كفي. يلا تعالي. انت يا هدى مدلله عند جوزك كتير كتير، وانت حرمه مزيونه. لميلي شوفي جايتك رزقة. رزقة؟ رزقة كبيرة حيل حيل. وين بينت معك؟ شوفي إذا إجت أنا إلي الحلوان. ها يا ستي هي تجي وإلك أحلى حلوان. إيه كل هاد كفى لهدى، قري لي كفي أنا. إيه طولي بالك لسه ما خلصت، كملي. قولي على الشغلة يا بدر، شو هالشغلة البطعجي هي؟ والله انهت حيلي طول النهار عم ببرم على رجلي، ولا هدك علي ولا هدك علي، وهذا السفرطاس الي وهذا السفرطاس مو لإلي، وهذا عجبني الاكل وهذا ما عجبني الاكل، شو انا عم بطبخ؟ فوت ريح لي حالك مروان باويري، فوت ريح لي حالك، والله تعبت اليوم. انت حرمه معتره والهم والغم على البواب. لا حول ولا قوه الا بالله. بشوفي حيجيكي ولد يحمل اسم ابوه. الله يبشرك بالخير. بس بدكم تديروا بالكم من العين ترعها. ايه والله العين بتاخد حقها من الحجر. خلصي. تعالي قومي اقعدي مدي ايدك.